ولا حول ولا قوة إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طبع بابنه إبراهيم القلب يحتمل والدمعة تبكي ولا نقول إلا ما يقول إلا سبحانه وتعالى. لعلني لم أقم أي موقف يعتصر فيه الأسى قلبي مثل موقف هذا. لم أقف هنا لأتقبل التعازي بفقيدتنا الكريمة، فهي التي كانت عذابي عن كل فقيد وفقيدة ومفقود. علمتني أن تكون هي العذاب فبعدها لا عذاب، وإن كان هنالك عنها عذاب ولا عزاء لي أنا شخصيا على الأقل عنها، فهي أنها انتقلت من هذه الدنيا إلى ما هو خير لها. استبدلتنا بمن هم خير لها، استبدلتنا بالأئمة الأطهار من أجدادها، استبدلتنا بجوار جدها رسول الله، استبدلتنا بجوار جدها الإمام الحسين، استبدلتنا بتربة كربلاء التي كانت تترددها على لسانها أو تردد اسمها على لسانها باستمرار، استبدلتنا بماء التراب التي كانت توصي دائما أن تغسل به، استبدلتنا بمقدرة الهائلة في كربلاء التي كانت لا ترضى أن تسكن إلا فيها، استبدلتنا بمن هم خير لها منا، ولكنها رفعت من فوق رؤوسنا مظلة العاطفة، هذه العاطفة التي كانت تربينا في كل مشكلة ومحنة، وأبقتنا بعدها في عراق الحياة تحت شمس الحياة المحرقة تحت مشاكلها الكثيرة الغاشية. تلك العاطفة التي أبت أن تغيبها عني رغم أن المسافات غيبتها عني، رغم أن التراب والجبل غيباها عني، تلك العاطفة التي جعلتها ماثلة أمام عيني في كل حين وحتى هذا الحين وبعد هذا الحين. وإذا كان علي أن أقول شيئا لها في مثل هذا الموقف فليس لي إلا أن أقول لها رحمك الله، رحمك الله على ما سهرت وصبرت، رحمك الله على ما تحملت وصبرت، رحمك الله على ما تشردت من بلدك كربلاء ومن بلد أجدادك كربلاء وصمتك، رحمك الله على كل ما عانيت وتجلبت، رحمك الله على ما علمتينا من فضائل أخلاقك، على ما مزيتينا من كرم صفاتك. أنا إلى الآن لا أستطيع أن أعتبرها مدركة لي. إذا كانت الأمة بالنسبة إلى الآخرين مدركتهم الأولى فلقد كانت بالنسبة لي على الأقل مدركتي الروحية الأولى والأخيرة. لا زلت حتى اليوم أحقب أكثر مما أحقب من قصص الأنبياء مروية على لسانها، لا زلت أحقب قصص العلماء منقولة عنها، لا زلت أحفظ الكثير من النكت والعبر والحكم
التي كانت تهددنا بها آناء الليل وأطراف النهار. لا زلت أحفظ الكثير من الكلام الروحي في المجالات السامية عنها وعن لسانها، فكانت بالنسبة لي مدرستي الأولى والأخيرة الروحية. وهكذا بخسارتها أشعر بأنني خسرت الكثير، وإنما كانت تعرف أن عليها أن تقوم بدور الأب والأم معا، وفي كثير من الأحيان تقوم بدور الأم والمعلم معا. لقد خسرناها، ولكن تسليتنا الوحيدة أنها تعيش الآن خيرا مما كانت تعيش وهي بين ظهرانينا، أنها الآن في راحة بعد عناء طويل. لست أملك أن أقول لها في هذه اللحظة إلا أن أقول لها: نامي قريرة العين، نامي نومك الطويل، فبعد العناء الطويل لا بد من النوم الطويل. نامي قريرة العين. وإذا كان علي في مثل هذا الموقف أن أقدم الشكر إلى الذين شاركونا في هذه المناسبة، فإنني أوجه كل شكري وكل تقديري على كل الذين شاطرونا هذه المكتب أو هذه المطيبة في مختلف أقطار العالم الإسلامي، ابتداء من باكستان وأفغان والهند وكشمير، ومرورا بإيران والخليج ولبنان، من الوزراء ومن الهيئات الدبلوماسية ومن المثقفين ومن العلماء ومن المراجع ومن الكتبة ومن الشعراء ومن المثقفين ومن سائر الطبقات الذين شاطرونا هذه المصيبة بعواطفهم المنظومة أو المنشورة، أو أرسلوا علينا الخطابات أو البرقيات، أو أقاموا احتفالات التأديب أو الاحتفالات المختلفة. إنني أوجه كل شكري وتقديري إليهم. نسأل الله وهو خير الحافظين أن يحفظنا جميعا، وأن يؤيد جيش هذا البلد وشعب هذا البلد وكل العاملين للدفاع عن المظلومين، وأن يدفع عنا وعن المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها كل شر وبلاء ومكروه وسوء. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وإلى روح حقيقتنا الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.